قدم قالت شكل اخر انهزمنا وضاع 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 اللقب رغم الانجاز فهو فرض راسه. من طبيعه الحال ما قدرتش كما نقولوا بالدارجه نصرتها. نعم صراحة، هل كنت تتوقع هذا الاستقبال الكبير سوى من الجمهور أو كذلك من الملك المغربي كذلك، أنه كل المغرب وقفت طبعا تحية إكبار لهذا المنتخب الكبير؟ لا بكل صراحة ما كناش كنتوقعوا داك الشيء، ولكن ولينا كنتوقعوه ملي بدات المباراة ديال الربع النهائي أمام الجزائر ومباراة ديال نصف النهائي أمام المنتخب ديال المالي، وشنا الجمهور المغربي كيفاش خرج، وملي مشينا المباراة ديال المباراة النهائية رغم أن هزمنا فيها الجمهور المغربي خرج بديك الطريقة، وكذلك ما نساش المكالمات ديال صاحب الجلالة محمد السادس اللي كان كي يتكلم معاه وكينوه بالعمل وكيهني الفريق على العطاء والمجهودات اللي بذل. من طبيعه الحال كنا كنتسناو واحد الاستقبال، ولكن بداك الشكل اللي عشناه داخل المغرب اللي حطينا رجلينا في مطار الرباط سالا، فكان داك الشيء بكل صراحه ما يمكنش توصف، خصك تعيشه. يعني كان تشجيع طبعا من كل الجوانب ومن كل جهات، سواء التشجيع الجماهيري او تشجيع كذلك السلطات. من طبيعه الحال. نعم، وما الذي بقي ربما وساما على صدرك كابتن من هذه التجربة؟ أولا هذا أول وسام اللي حضاه جميع البعثة المغربية سواء لاعبين أو مؤطرين، وهذا في حد ذاته هذا هو الوسام الثاني عندي، بعد عندي وسام آخر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. نعم، هذا في حد ذاته مفخرة ليا، وكذلك عربون على المجهودات اللي قدمت المنتخب. ومن طبيعة الحال هذه الامور ما كتكونش يوميا وما كتكونش سنويا. نعم، فانا واحد من الناس اللي محظوظين واللي تنظن ملك البلاد اللي هو رياضي سواء الراحل او الحالي محمد السادس نصره الله، اللي كان تشرف وكان ناخذ جوج الاوسمه سواء في عهد الحسن الثاني رحمه الله او في عهد صاحب جلاله محمد السادس. نعم، ونحن نريد كابتن ان يكون الوسام الذي طبعا وصلك من الملك محمد السادس يكون معك هنا في الاستوديو، وكذلك ليتعرف عليه جمهور عز كباد وجمهور جزيره النجوم. هذه مفاجأة جديدة كذلك للكابتن الزكي باد. الليلة فيها مقالب. لا احنا ما نعمل مقالب، نحن مقالب الكابتن. شكرا. هذا طبعا الوسام، وسام العرش، وسام الشرف، أردناه أن يكون معك، ونحن نريد دائما أن يكون نجومنا في جزيرة النجوم مقلدين بهذه الأوسمة التي تبقى طبعا وساما على صدورهم. كابتن زكي بادو، طبعا كل هذه الذكريات وهذه المسيرة والبدايات من لاعب، من حارس مرمى متألق إلى مدرب، طبعا لا نقدر أن نحصرها ربما في تقارير أو في لقطات أو في صور، لكن سنبقى مع جمهورنا العزيز في هذا الألبوم الخاص بالزكي. أول يوم دخلت فيه بكل صراحة كنت صغير السن، وجيت لقيت اللعابة من حجم العربية حرضان، من حجم سحيتا، من حجم كيتا، مجاهد، باعني، البيتشو الله يرحمه، الشريف، عايز بودربالة، وأسماء لي كبيرة. من طبيعة الحال أنا في السن ديال 18-17 سنة، فهادو نجوم اللي كنت كنحلم
اللي كنت كنتفرج فيهم كنت كنحلم نشوفهم، تلقيت راسي انا داخل معاهم وكندرب معاهم. ولكن بكل صراحه بمساعده مرحوم فرت راسي مع الفريق، وبديت كندير ليا اسم وسط الجمهور وسط العائله الوداديه. كره القدم الكره كتعطيك وكتعطيها، تنظن فريق الوداد اعطاني الكثير من ناحيه الاسم تاعو، من ناحيه الجماهير ديالو، من ناحيه كذلك التربيه اللي تربينا على المسيرين، سواء اللي عايش اللي باقي عايش الان او اللي ماتوا. لهذا ملي كملت المشوار تاعي كلاعب كنت كنتمنى واحد النهار ندرب فريق الوداد ونرد الدين اللي عليا، سواء الوداد او الجمهور ديال الوداد اللي ساندني كلاعب. وتنظن الحمد لله العمل اللي قمت في الوداد سواء الفترات السابقه او الفترات الحاليه، فالجمهور شاهد عليها وكيفتخر بها. الميدان ديال التدريب ما دخلتوش من النافذه، دخلت من الباب تاعو الواسع، يعني كونت راسي على اعلى مستوى. ومن طبيعه الحال بديت كنشق الطريق تاعي وسط عمالقه المدربين اللي كاين هنا في المغرب. بالنسبه لي انا اللي عندي شي راس المال كبير، رغم الحمد لله ربحت الكثير من الاموال في كره القدم وفي اسمه، ولكن راس المال تاعي اللي كاين هو حب الجماهير المغربيه اللي كنحس بها من طنجه للقويره، وهذا في حد ذاته اعتزاز اللي ما عمري غادي نفرط فيه. الخزانة تذكرني في المشوار تاعي والكؤوس اللي خديتها، سواء موسميا او شهريا. يعني اذا جيت نشرح لك، هذه الكرة الذهبية اللي فزت بها سنة 1986 وكانت يعني احسن لاعب افريقي، ونقدر نقول اغلى كأس او اغلى ترونفي في حياتي او في مسيرتي الكرويه. هاد التروفي ربحته في 88 89، يعني البورتيرو مينوس غولياردو الحارس اللي دخل عليه البيوت اقل اصابات في الدوري الاسباني، يعني تروفي سامورا، وخديته في سنه 1988 89. هذا التروفي اللي كتعطيه الراديو تلفزيون الاسبانيول لأحسن لاعب في الموسم. سنة 89 90، يعني كل تروفي هنا إلا عنده التاريخ تاعه ولا أولاده تاعه. وأنا بصراحة فخور بالمشوار تاعي، فخور بهذه الإنجازات اللي كتشكل جزء من الحياة تاع الكروية. هذا هو ألبوم ذكريات زكي، والذكريات تأخذنا كابتن زكي لمكسيكو 86، هذه المرحلة الرائعة من حياة زكي بادو، من حياة جيل كبير.